عود المجهولين ضيوفك الكرام. حياك اخونا عبد الكريم تقي واخونا مطلق الزايد واخونا محمد العنزي، مسي عليكم بالخير جميعا. الله يسلمك. بدايه ودي تكلمنا عن موضوع اتحاد الجمعيات التعاونيه والجمعيات التعاونيه ودورهم يعني اخوي سالم في هذه الازمه. يعني في البدايه كانت هناك ربكه، لكن مع الوقت تم تنظيم كل هذه الامور. ودي تكلمنا في هذا الجانب في قضيه يعني خصوصا تعتبر الجمعيات هي المنافع، هي منافذ البيع، ويعني هي اللي تقدمها للجمهور. ودي تكلمني في هذا الجانب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، احييكم على هالبرنامج. الله يسلمك. ابتداء كوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، وزاره الشؤون الاجتماعيه كذلك بالتعاون مع اخواننا في اتحاد الجمعيات التعاونيه، يمكن بدايه مطلع هذه الازمه تم التعامل مع هذه الأزمة من خلال المخزون الغذائي لدى الجمعيات التعاونية، من خلال تضافر كذلك الجهود بيننا وبينهم أخواننا في الجمعيات التعاونية. أمانة قدموا جهد كبير الأخوان في الاتحاد ورؤساء مجالس الإدارات، كون الجمعيات اليوم هي الملاذ الآمن لأخوان المستهلكين والمواطنين في مختلف مناطق الكويت. كذلك واكب هذا التعاون تعاون الأخوة الجنود المجهولين ضيوفك الكرام، اليوم احنا متعاونين معاهم من بداية الأزمة حتى يومنا هذا. أمانة أنتم الجهود المجهولين أبو ودر، الله يحفظك. أمانة عملنا معاهم متبادل. طبعا دور وزارة الشؤون في هذه الأزمة مع الأخوان في الاتحاد والجمعيات التعاونية من خلال أهم شيء عندنا هو توفر المخزون الغذائي في الجمعيات التعاونية، وتوفر طبعا كميات يعني نبي نقولها حتى لا تنضب بعيون المستهلك والمساهم. نعم. اليوم الحمد لله كل شيء متوفر، جهود جبارة تقدم، كذلك ما زلت أثني على الجهود الجنود المجهولين ضيوفك الكرام في هذا الجانب. نعم سالم، من خلالهم احنا وفرنا كجمعيات تعاونية وكوزارة وكاتحاد كل الموارد اللازمة لحياة كريمة للمواطنين على أرض الدولة الطيبة. نعم، يعني بالناحية توفير كل المنتجات كانت موجودة، لكن هي كانت عملية التنظيم كان لكم دور فيها في الإشراف عليها كقطاع تعاونيات في مسألة الدخول وعدم الدخول، ومن ثم الأخوان أيضا في وزارة التجارة مشكورين يعني عملوا باركود في مسألة زيارة الجمعيات وأن يكون هناك مواعيد مسبقة للحجز. يعني دوركم في هذا الجانب يعني، وخصوصا أيضا البعض قال في فترة صار إصابة كثير من العاملين يعني في التعاونيات أو المتطوعين داخل الجمعيات. بالنسبة للتنظيم هو كانت جهود مشتركة جزاهم الله خير، يعني بينه وبين وزارة التجارة في موضوع البرنامج ونظام الحجوزات. نعم. دورنا كوزارة بالتنظيم أيضا من خلال متابعة مفتشين في الجمعيات التعاونية مختلف المناطق، عملية عدم التزاحم، عدم التدافع، تنظيم الأدوار كذلك والدخول والخروج، كذلك التزام الأخوة المساهمين عند تجمع عند الكاشيرية والأمور هذه كلها. هذه من خلال التنظيم داخل الجمعية التعاونية أو دورنا كوزارة في هذا الجانب، ودعم الأخوة رؤساء مجالس إدارة الجمعيات في هذا الجانب. نعم. موضوع الإصابات اللي خرجت خلال الفترة الماضية وظهرت على بعض أبنائنا المتطوعين، اليوم سمعنا في الفردوس في جمعية الفردوس قبل فترة. نعم نعم، هي يعني قاعدة تظهر بشكل بدأت تنتشر خلال الأسبوعين الماضيين. نعم صحيح، كانت في بداية اليوم يمكن خلال الثلاثة أيام الماضية ظهرت أكثر من 5 جمعيات، مع العلم أن خلال الأسبوعين الماضيين لا كان في جمعية، بعد يومين 3 جمعية، لا اليومين لا صاروا تقريبا في عدد ليس بسيط. أمانة هذه من الأشياء اللي دائما نوصي فيها الأخوان مجالس الإدارات. نعم. أن المتطوعين أبنائنا أمانة. صحيح. أخذناهم من أهاليهم لتقديم. نعم. خدمة لأهالي المنطقة ويجب المحافظة عليهم. نحافظ عليهم. نعم. نعم. في موضوع، ولكن كون اليوم نتعامل مع عدو خفي غير ظاهر لا. صحيح. نعلم من أين يأتي أو من أين يذهب، بس يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية في هذا الموضوع أخوي سالم. التشديد على إيه. نعم. أخوي سالم، الحديث الآن أنه يقول لك أن الجمعيات غد يعني سيتم إفلاسها، شلون يقول؟ لا خلنا أوصل لك أنا المعلومة السؤال وأنت جاوبني. يقول أخوي سالم أن اليوم تجبر الجمعيات بالشراء المباشر وتدفع الفاتورة بشكل مباشر، بحيث أنه يعني التالف وما تالف خلاص ما يرجع، يعني عكس قبل ياخذ البضاعه يصرف اللي يصرفه والباقي يسترجع للشركه.
الآن يقول لك تدفع الجمعية بشكل مباشر قيمة كمية البضاعة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا لا غير صحيح في هذا الجانب، ايه ولكن وضح تسهيل الايه تسهيل الاخوان الموردين امانة ان ما تطول فترة السداد، ايه مثل يعني ما راح نقيس في ايام ايام الرخاء ولا الايام العادية، ايه اليوم كون اليوم التاجر محتاج السيولة المادية لشراء كذلك او استمرار تدفق بضاعته داخل السوق، فهني بدينا نتعامل معهم، وكذلك عملنا يعني احنا متواصلين معهم في جروب الموردين في وزارة الشؤون، ايه لحل كل المشاكل اللي ممكن تواجههم. نعم. بس السداد الجمعية يعني احنا نحافظ على حساب الجمعية واموال المساهمين كذلك. ايه هذه نقطة جدا، وكذلك ما نظلم الاخوان الموردين. اكيد اكيد اكيد. يعني سؤالي هذا الاخير لك في موضوع، وايضا اوجهه حق ابو يوسف، يعني دار في فترة من الفترات وكان لكم تجربة في موضوع يعني جمعية الدسمة، وقد تقول إن هذا أمر مختلف وظروف مختلفة، مع أن البعض يعني انتقد في تلك الفترة في قضية المحاسبة، ومن ثم شبه خصخصة جمعية الدسمة وخذ يعني ومن أن تكون لإحدى الشركات. البعض قال إن الجمعيات راح تخصص غيره، هل أنت مع خصخصة الجمعيات التعاونية؟ وهذا الكلام دائما يثار. إحنا إذا طبقنا يعني قاية المشرع من قانون التعاون أمانة فلسفة جميلة، نعم، وقاية أجمل وتبين أمانة يعني في أوقات الشدائد. يعني مثال ذلك فترة القزو، احنا عايشنا جزء منها وشفنا شنو وقفة الجمعيات. كذلك اليوم الأزمة هذه تدار من خلال الأخوة الجمعيات التعاونية، هذه كانت غاية المشرع. هناك جمعيات مشتركة هي فيها أموال من قبل الدولة، كونها الأراضي والمباني، كذلك أموال مساهمين من خلال أسهم واشتراكاتهم. نعم. التعاون هذا يظهر من خلال الخدمات اللي تقدمها أمانة الجمعيات والمتانة اللي تقدمها. موضوع الخصخصة لا يوجد هناك توجه من وزارة الشؤون بتاتا إلى خصخصة الجمعيات نهائيا، نعم، كونها قاعدة تقوم بدورها على أكمل وجه. وهذا أخو سالم، هذا يعني هذا يضع بسبب يعني دوركم في مسألة الرغابة في قطاع التعاونيات في مسألة التجاوزات، هذه نقطة جدا مهمة في مسألة بسط نفوذكم في هذه المسألة. يعني ما يصير يقول لك والله البعض يعني مثل مجلس إدارة تجاوز مالي وإداري، تقول له والله حليناه بدون أي عقوبة، وروح والله خصخص الجمعية، ولا أن الشركة الفلانية تطالبها يأخذ الجمعية مقابل هذا الأمر. هني دوركم كقطاع للتعاونيات في مسألة بسط الرغابة والمحاسبة في مسألة التجاوز. هو بالفعل دور، نعم، الوزارة رقابي وإشرافي على الجمعيات التعاونية. نعم. إذا كان هناك طبعا القانون سن عدة، هناك مواد أعطت الحق للوزارة في موضوع العزل أو الحل، نعم، إذا كانت هناك مخالفات مالية أو إدارية على أعضاء مع المحاسبة أو أعضاء مجلس إدارة، طبعا مع المحاسبة اللي هي حالة للجهات المختصة إذا كانت التحقيقات في وزارة، نعم، الداخلية أو النيابة في وزارة العزل. نعم. نعم. أنا شاكر لك أخوي سالم على مداخلتك، شكرا للأخ العزيز سالم الوكيل المساعد لقطاع التعاونيات في وزارة الشؤون.